تمام. في الفيديو الماضي تحدثنا عن الشحنات، وأهم ما في الشحنات هي الخصائص الثلاثة اللي أخذناهم، ومن ضمن هذه الخصائص إنه الشحنات المتشابهة بتتنافر والشحنات المختلفة بتتجاذب. واتفقنا إنه مازال في تجاذب وتنافر، يعني في قوة، والقوة لابد أن يكون لها مقدار. فما هو القانون الرياضي الذي يحسب المقدار؟ هذا هو موضوعنا الآن ضمن قانون كولوم. كولوم عمل تجارب عملية ومنها استنتج قانونه اللي أصبح من أشهر قوانين الكهرومغناطيسية. إذن concerning the electric force it is found that، رجعنا إنه it is found that يعني نتيجة مخبرية. The force is directly proportional to the magnitude of the charges of each particle. في عندي شحنتين بينهم قوة. وجد إنه كل ما كبرت مقدار الشحنتين كل ما القوة كبرت، وهذه شغلة منطقية. إذن أول ملاحظة استنتجها كولوم أو وجدها كولوم إنه القوة تتناسب تناسبا طرديا مع مقدار هدول الشحنتين. الملاحظة الثانية وبرضو منطقية بيقول إذا force is inversely proportional to the square of the distance between the two particles. شغلة منطقية، كل ما أبعدت الشحنتين عن بعض بيخف تأثيرهم على بعض وبالتالي القوة اللي بينهم تنقص. وجد إنه العلاقة عبارة عن علاقة عكسية مع مربع المسافة، مش مع المسافة، مع مربع المسافة. طبعا اتفقنا بحسب النتائج المخبرية. الشغلة الثالثة إنه the direction of the force is along the line joining the two particles. إن في عندي شحنهان وشحنهان لازم تكون القوة إما بتنجذب أو بتتنافر على نفس الخط اللي واصل بينهم. عدنا حنحكي عن الموضوع. طبعا الملاحظة الرابعة اللي احنا حكيناها أصلا من ضمن صفات charges إنه the force is attractive if the charges are of opposite signs and repulsive if the charges have the same sign. وهذه زي ما اتفقنا إنه القوة بتكون تجاذبية إذا كانوا الشحنات متضادات أو مختلفات، and repulsive وبيكونوا القوة تنافرية إذا كانت الشحنات لها نفس النوع. إذن from these observations the magnitude of the force acting on a pointed charge Q1 to another pointed charge Q2 can be expressed as، هدول الملاحظات حطهم بقانون رياضي إنه في عندي شحنتين Q1 و Q2، أنا بدي القوة اللي بتأثر على Q1 ومقدارها الآن بدي أحكي إيش بتساوي. قال لي هاي القانون، إذن هذه القوة اللي بتأثر على واحد من اثنين، إذن هذه القوة اللي بتأثر على واحد من اثنين. قال لي كي Q1 Q2 انتم ملاحظين هنا absolute values على مربع المسافة اللي بينهم R2 1 هي المسافة اللي بين 2 و1 سكوير. ليش انا حطيت absolute values؟ قال لي لان انت بدك بس الماجنيتيود، والاشارات هدول نوعهم هو اللي بيحدد اتجاه القوة اذا كانت attractive او repulsive. تمام. إذن R21 is the distance between the two charges and K، K هذا ثابت التناسب وسمي باسم كولوم، قانون كولوم، وهو برضو ثابت كولوم. إذن K هذا هو عبارة عن ثابت كولوم، ثابت التناسب اللي طلع معانا. إذن إيش ضل عندي؟ أنت جبت الماجنيتود وأنت بتجيب فورس، والفورس is a vector quantity، مازال vector quantity، إذن إلها اتجاه. الاتجاه إيش بحدده؟ بقول لي بتحدده تبعا لي أنواع الشحنات. كمان مرة بعيد، إذا الشحنات زي بعض القوة تنافرية، إذا الشحنات عكس بعض القوة تجاذبية. It is repulsive if the two charges are alike and attractive if they are unlike. واتفقنا the proportionality constant has a numerical value، كي وجد إنه إلها مقدار معين، وهذا بيعتمد على الوحدات اللي بتستخدمها. احنا في عنا اكتر من سيستم للوحدات، عنا الاس اي سيستم، وعنا السي جي اس سيستم، الجاوزين سيستم، وفي عندي البريتش انجينيرينج سيستم. تمام. في الاشهر، النظام الاشهر هو اس اي يونت اوف تشارج، ذا يونت اوف تشارج از كولوم، وهذا حكيناه في البدايه في الفيديو السابق. which is considered as the fourth primary unit besides meter, kilogram and second. انتوا العظيم ذاكرين انه احنا الاس اي سيستم ايش سميناه؟
الام كي سيستم متر كيلوغرام سكند، والجاوزيان سي جي اس سكند اللي هي سنتيمتر جرام سكند. تمام، متر جرام كيلوغرام سكند هم ثلاث وحدات اساسيات في علم الميكانيكا. تمام، في علم الكهرباء ضافوا لهم الكولوم كوحده رابعه، وهي الوحده الاساسيه الرابعه. في هذا السيستم اللي هو الاس اي سيستم قديش قيمه كي؟ قال لي 9 في 10 اس 9 بالنسبه للوحده تبعتها بناخذها بنشتقها من القانون، كي بتساوي الفورس في مربع المسافه على مربع الشحنات، اذا هي نيوتن متر تربيع على كولوم تربيع. حلو، تمام. كي وجد انه الها صيغه اخرى بتتناسب مع ثابت اخر من ثوابت الماده، هي بسموها ثابت النفاذيه الكهربيه للماده. اذا كي تكتب بصيغه اخرى 1 على 4 باي ابسلون نوت. ايش ابسلون نوت؟ هذا ثابت اخر من خواص الماده بسموه ثابت النفاذيه للماده. حلو، قديش قد مقداره؟ برضو له قيمه عدديه، موجود في كل الكتب وموجود في النت بسهوله. في الفراغ هذا ثابت النفاذيه للفراغ، لانه بيساوي 8.85 × 10^-12. طبعا وحدته من القانون، ايش وحدته؟ وحدته عكس كي، لانه كي واحد على ابسلون، هذا ما انتم عارفين هذا رقم. اذا وحده الابسلون عكس هذه، هذه كانت نيوتن متر على كولوم تربيع، هذه حتصير الابسلون نوت كولوم تربيع على نيوتن في متر. هذه هي الوحده تبعتنا، ايش بسميها؟ البيرميتيفيتي اوف فري سبيس، ثابت النفاذيه الكهربيه للفراغ. تمام، في الاس جي اس يونت اوف تشارج اللي هو اقل استخداما، ايش وحده التشارج؟ مش كولوم، استاتو كولوم، اور مرات بسموها الكتروستاتيك يونت، الكتروستاتيك يونت. في هذا السيستم اللي بنسميه جاوزيان سيستم، كي بتساوي 1. طبعا جاوزيان سيستم لانه جاوس هذا عالم برضو كهرباء، وحيتمر علينا قانون جاوس، وبالتالي هو اللي كان يحب يستخدم هذا السيستم، لانه كثير من الثوابت في قوانين الكهرباء بتصير بتساوي قديش؟ 1، ومنها ثابت كولوم قديش بتساوي؟ 1. تمام، طيب جبت الماجنيتيود والدايركشن، اتفقت انا بجيبه حسب نوع الشحنات، اما ريبلسيف او اتراكتيف. وعدنا واحنا بنحل المسائل بنشوف كيف بنطبق هذا المبدا. طبعا لو بدي اجيب قانون يجيب لي القوه، ماجنيتيود هاب الدايركشن، قال لي بنقيم الايش؟ بنقيم الابسولوت فاليوز. بس عشان تضبط معاك هذه فيكتور، لازم تكون هذه كلها فيكتور، لانه هذه يساوي، والايكويشن دائما لازم يكون الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر بكل حاجه، فيكتور بدها تكون الثانيه فيكتور، سكيلر الثانيه سكيلر، يونتس نفس اليونت. قال لي اذا بدي احط هنا ايش؟ يونت فيكتور، واليونت فيكتور زي ما انتم شايفين 2-1 زي هذا، بس هذا يونت فيكتور يعني باتجاه المسافه اللي بينهم. ليش؟ لانه احنا حكينا لازم القوه تكون بنفس اتجاه الخط اللي واصل بينهم، وبالتالي اجى هذا اليونت فيكتور عشان ياكد لي الملاحظه الثالثه تبعت كولوم، انه لازم القوه تكون بين الخط اللي واصل بينهم. يعني لو كان انا عندي هاي كيو 1 وهي كيو 2، وبدي القوه اللي بتاثر على كيو 1 من كيو 2، قلت هدول على افتراض انهم التنتين زي بعض بوزيتيف وهو الديفولت، ما زال التنتين زي بعض، معناته القوه هذه ايش بدها تكون؟ بدها تكون تنافريه. تنافريه كيف بدها تبعد؟ بدها تبعد على امتداد الخط اللي واصل بينهم. اذا هذه الخضره هي القوه اللي بتأثر على واحد من اثنين. قال لي طب ها إذا معناته هذه هيها الخضرة، هذه هي R2 1. طيب قال لي لو كانت واحدة موجبة واحدة سالبة، قال لي إذا كانت واحدة موجبة واحدة سالبة معناته هذه بده يصير عندك سالب، والسالب معناته هذه إيش بصير فيها؟ بتنعكس. إذا R2 1 is a unit vector directed from Q2 to Q1، هذه هي R2 1. It should be noted that the electric force is conservative like the gravitational force and the force of a spring. بيقول لي انت لو تلاحظ انه هذا القانون مش بقانون الجاذبية العام، هذا كان جي ام واحد ام اثنين على ار تربيع. اذا بدون اثبات بدنا نفهم، ناخدها كبديهة، انه القوة الكهربية قوة محافظة. احنا اخذنا في فيزياء الف القوة الجاذبية قوة محافظة،
قوه السبرينج قوه محافظه، اجتني كمان قوه ثالثه اللي هي قوه الكهربائيه، وحنتعلم كمان القوه المغناطيسيه قوه محافظه لما نصلها. طبعا لما اقول قوه محافظه معناته شغلها لا يعتمد على المسار، والشغله الثانيه لها طاقه وضع. بس بعدين بيقول لي احنا اتفقنا هان انه هذه لو كانت واحده موجبه واحده سالبه هذه هتنعكس وتصير هيك. اذا هذا القانون، هذا القانون بنستخدمه مش في الحاله، بنستخدمه احيانا لما بدنا نيجي نشتق بعض القوانين، عندنا بنشوف كيف بنحل مسائل. طيب لو كان في عندي انا ثلاث شحنات، شحنه ثالثه هنا، وبدك تجيب القوه اللي عليها، بقول القوه جايه من شحنتين في هذه الحاله، من كيو 1 ومن كيو 2، معناته ايش بدك تسوي؟ بدك تجمع القوه. طب انت بتجمع فيكتورز ولا سكيلر؟ بجمع فيكتورز. طب تعلمنا نجمع فيكتورز، تعلمنا في الشابتر الماضي، في الكورس الماضي في فيزياء الف. بالتالي if there are more than two charges the total force acting on one charge due to the others is the vector sum. is the vector sum، كلمه فيكتور سام بدنا ننتبه لها. اذا هو الفيكتور سام، تمام، فيكتور سام يعني بدك تجمع، دير بالك، خمسة شمال زائد خمسة جنوب بيسويش 10، واضح. اذا اذا فيكتور سام اوف ذا فورسز ديو تو ذا انديفيديوال تشارجز، بتجيب شحنه شحنه، تمام. This means that if there are three charges then the net force acting on particle 1 due to the other two particles is given F equal F2 1 plus F3 1. F اللي على واحد من اثنين و F اللي على واحد من ثلاثة، وزي ما اتفقنا هذه فيكتور وهذه فيكتور وهذه فيكتور، إذا أنا بجمع فيكتورز يعني 5 I زائد 3 J 8، لا تمام. Always remember that the electric force obeys Newton third law. يعني إيش third law؟ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يعني اف واحد اتنين واف اتنين واحد بيساووا بعض بس عكس بعض، يعني بيساووا بعض مقدارا ولكن عكس بعض اتجاها. نرجع، هاي كيو واحد وكيو اتنين مالهم هدول؟ موجبات التنتين. ايش القوة اللي بينهم؟ تنافرية. اف اتنين واحد، هذه القوة اللي على مين؟ اللي على واحد. من وين؟ من اتنين. قال لي طيب لو اجيت انا عرفت هذه قديش القوة اللي على اثنين من واحد، قال لي حسب نيوتن الثالث بيساوي نفس المقدار بس عكسها، وهذه منطقية، هذه تنافرت. طب هذه بدها تتنافر كم بتكون اتجاهها؟ هيك. اذا اف اثنين واحد بتساوي سالب اف واحد اثنين. اشارت السالب ليش؟ قال لي عشان المعاكسة، اشارت السالب عشان تقول لي انه هذه عكس هذه لكن في المقدار واحد، هدول عكس بعض. الأولى اللي فوق هي القوة اللي على كيو واحد من كيو اثنين، واللي تحت القوة اللي على كيو اثنين من كيو واحد. ونيوتن الثالث بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. طبعا هي ينطبق عليها قانون نيوتن الثالث وقانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثاني، بس احنا هنا معنيين في الثالث. بيقول لي بدنا ننتبه القانون هذا عشان في كلمة R و R بعد بين شحنة ونقطة، لازم الشحنة تكون صغيرة زي النقطة، وإلا لو ما كانت الشحنة زي النقطة بقدرش أجيب المسافة بسهولة. وبالتالي remark Coulomb's law applies only for point charges. القانون اللي أنت كتبته اللي هو هذا لا ينطبق إلا على point charges عشان أعرف المسافة أقدر أجيبها، وإلا لو كان هذا جسم كبير كيف بدي أجيب المسافات؟ بدها تكنيك آخر حنتعلمه في حينه. تمام، نجي لهالمثال. توي أنا حكيته هذا المثال الكويز، سوري. إيش بقول لي؟ في عندي شحنتين، واحدة كيو واحدة اتنين كيو، قد بعد؟ لا مش قد بعد. طيب طب احنا هنا قلنا هدول قد بعد بالضرورة يكونوا عشان يكون النيوتن الثالث صحيح؟ لا، انا قلت كيو واحد وكيو اتنين، يعني ما قلتش كيو وكيو. كيو واحد ممكن يكون مختلف عن كيو اتنين، لكن ايش ضل؟ ضل انه اف اتنين واحد بتساوي سالب اف واحد اتنين. هنا بده يشوفني مصحصح ولا لا. بقول لي عندي شحنتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. Object A has a charge capital Q، هادي A، and Object B has a charge 2 Q، هادي B. Which of the following is correct؟ بقول لي F A B، F اللي على B من A هل بتساوي ضعف F اللي على 2 B؟ راح النيوتن الثالث إذا هذا كلام صحيح.
لأنه بقول لي F A B و F B A واحدة رد فعل الثانية. طيب بسوي ضعفها لكن عكسها برضو بنفعل ضعفها. نيوتن التالت نتذكر. هل بيسووا بعض؟ طب بيسووا بعض بس هنا انت حطت لي فيكتور وفيكتور، هنا معناته بيسووا بعض مقدارا واتجاها، برضو بينفعش. هاي ايش بيسووا بعض مقدارا وعكس اتجاها، عشان كده جت اشاره سالب. اذا هو صح تو لسه حكيت. ها هي، اذا هذا هو الجواب الصح. تمام، خلينا نبدا نحل بعض الامثله على قانون كولوم. بيقول لي find the magnitude of the electric force and the gravitational force between the electron and the proton in the hydrogen atom. بيقول لي في قانون عام، قانون الجذب العام، كل كتلتين بينهم قوة جذب وكل شحنتين بينهم قوة كهربية. طب بيقول لي ذرة الهيدروجين عارفها، أبسط أنواع الذرات من إيش متكونة؟ من بروتون موجود في النواة وإلكترون بحوم حواليها. قل لي شوف لي قديش القوة الكهربية بينهم، طبعا قوة جذب لأنه إلكترون وبروتون، وقديش قوة التجاذب بينهم اللي هي ناتجة من كتلتهم. بقول لي find the gravitational force between the electron and the proton in the hydrogen atom. بده الgravitational force والelectric force، بده الماجنتيود الآن. طبعا قديش المسافة اللي بينهم؟ كنا أخذناها في زمان في المدرسة، إنه نص قطر ذرة الهيدروجين حوالي 0.53 أنجسترون، والأنجسترون 10 to power minus 10 متر. تمام، قال لي أول نشوف القوة الكهربية إيش بتساوي. كي كيو واحد كيو اثنين على آر واحد اثنين تربيع، هذه القوة الكهربية بما إنه أنت بدك الماجنيتيود. كيو واحد لمين؟ قال لي للإلكترون، وكيو اثنين للبروتون. طيب هو الإلكترون ما زال أنت جايب الأبسوليوت، هو كيو واحد وكيو اثنين لهم نفس الشحنات ولا لا؟ بس ايش بيختلفوا؟ بيختلفوا في النوع، لكن انا هنا مش معني في النوع، لانه النوع هو اللي بيحدد لي انه القوه تجاذبيه ولا تنافريه. طيب نيجي نعوض. كي معروفه تو حكينا عنها ودائما تعطى لك 9 في 10 اس 9 نيوتن متر تربيع على كل متر تربيع. طيب كيو واحد 1.6 في 10 اس سالب 9، كيو 2 1.6 في 10 اس سالب 9، عشان كده ربعت. قديش ار؟ قال لي 0.53، حولتها لمتر صارت 10 تو باور ماينس 10، ربع طلعت النتيجه. قديش قيمه؟ في 10 اس سالب 8. انت لو تيجي تفكر فيها في 10 اس سالب 8 يعني 8 جزء من 100 مليون، جزء من 100 مليون صغيره كتير، يعني تقول الى الزيرو بنقدر نقول. طب بس شويه يمكن تكون هذه منيحه وكبيرة نوعا ما مقارنة بالقوة الثانية. خلينا نشوف القوة الثانية. القوة الثانية خلينا نجيب قانونها. تمام، هذا قانونها اف جي بتساوي كابيتال جي ام واحد ام اثنين على ار تربيع. شوفوا بشبه هذا، عشان كده قلنا قوة الجاذبية وقوة الكهربية بيشبهوا بعض. هذه كونزيرفاتيف، اذا هذه لازم تكون كونزيرفاتيف. هو في شرط رياضي بيقول انك انت كيف تعرف هذه كونزيرفاتيف ولا لا، لكن احنا مش معنيين فيه. طيب ايش جي؟ قال لي هذا ثابت بنجاب اسمه ثابت نيوتن للجذب العام. قديش قيمته؟ قال لي هويو 6.67 في 10 سالب 11. طب قديش كتلة الالكترون؟ اخذته انا في اول سلايد تقريبا، بتساوي 9.11 في 10 سالب 31. وام 2 كتلة البروتون 1.67 في 10 تو باور ماينس 27، وهدول دربكم دائما يعطى، هدول مش مطلوب منا حفظهم. تمام، على قديش مربع المسافة؟ قال لي نفسها. قديش طلعت؟ 3.6 في 10 سالب 47. طب هذا صغير، طب وهذا؟ هذا 100 صغير. لو اجيت نعمل مقارنة بس بينهم، شوفوا انتو اف اي قديش اكبر من اف جي؟ اف اي اكبر من اي جي 10 سالب 39. شوفوا اس 6 مليون، اس 12 مليون مليون، اس 18 مليون المليون المليون. شوفوا انتوا قديش قوة الكهربية اكبر من قوة الجذب العام، كتيرة يعني، هذه ولا كأنها موجودة، هذه الحقيقة زيرو. اذا لما انا احكي الكترون وبروتون ايش القوة الحقيقية اللي بتأثر بينهم؟ قوة الجذب الكهربائية. اما قوة الجذب خلينا نقول تاعت نيوتن ولا إلها تأثير. هذا بس مجرد يقارن لي انه لما يقول لي في عندي الكترون وبروتون ما حد يقول لي وين قانون جذب تبع نيوتن،
لأن القوة اللي بتنتج منه صغيرة، وأصلا هذه القوة عشان الثابت كتير صغير ملهاش تأثير إلا بين الأرض والقمر والشمس. هاجت أنت وصاحبك ولا أنت وصاحبيتك لما تكون قاعدين جنب بعض، أنت كتلتك 60 كيلوغرام وصاحبك 65 كيلوغرام، بتحسوش إنه في بينكم قوة جذب، هي موجودة لكن صغيرة جدا. فكيف بالك في إلكترون وبروتون؟ تمام. نيجي كمان مثال، بيقول لي عندي 3 بوينت تشارجز ومديني مقاديرهم، هدول محطوطين على رؤوس مثلث قائم الزاوية زي ما احنا شايفين. تمام. اذا are located at the corners of right triangle. right triangle يعني مثلث قائم الزاوية. find the resultant electric force exerted in Q3. بده Q3، بده القوة الكلية اللي على هذا. هجت هذه Q3 كم قوة عليها؟ ماشي، بتتأثر بQ1 وبتتأثر في Q2، اذا Q2 1 3 وQ2 3. طب كيف بدنا نحل؟ شوفوا طبعا هذا كله من معطيات السؤال. ايش الحل؟ الحل عشان انا افهم، اول حاجة بدي احدد اتجاه القوة. قلت انا بدي استخدم القانون اللي بيجيب لي الماجنيتيود. طب والدايركشن؟ الدايركشن بدي احدد وين على الرسمة. بقول Q3 كم قوة عليها؟ قلت له عليها قوتين من Q1 وQ2. نبدأ بQ1. هاجت Q1 وQ3 كيف أنواعهم؟ التنتين مالهم موجبات. إيش القوة بينهم؟ تنافرية. معناته أنا بركز، أنا بدي القوة على مين؟ على Q3. بركز على Q3، بقول هذه Q3 بدي أشوف إيش القوة اللي بتأثر عليها من Q1، بقول له بدها تتنافر. وعلى طول الخط اللي واصل بينهم كيف اتجاهها؟ بدها تتنافر. تخيلتوا كيف القوة حتكون؟ إذا أول حاجة بدي أعملها بدي أحدد اتجاه القوة على الرسمة، بقول له هذا هي F1 3. القوة اللي على 3 من 1 ليش هيك اتجهت؟ بقول له عشانها تنافرية. وتشوفوا على طول الخط ولا لا؟ تمام. بدي القوة الثانية بين مين ومين؟ بين 3 و2. طب تجاذب ولا تنافر؟ بقول له هذه موجبة وهذه ايش؟ سالبة. اذا ايش بده يكون؟ تجاذب. مين بده يتجاذب او يتنافر؟ الشحنة اللي انت بتحسب عليها القوة اللي هي Q3 هذه يعني. طيب لو انجذبت لQ2 كيف بدها تروح؟ بدها تروح هيك. كيف يعني؟ هاي F2 3 خلصت الاتجاهات بنفس الاتجاه؟ لا. طب لو طلعوا واحدة 9 واحدة 11 بجمعهم 20 بنفعش. ليش؟ لأنه هذه اتجاهها غير عن هذه، وجمع الفيكتورز غير عن جمع السكيلرز. طب أول نجيب الماجنيتيودز وبعدين نشوف كيف نفكر. قال لي يلا نجيب الماجنيتيودز F1 3. بدي أجيب الماجنيتيود لهذا الدايركشن عرفته هيو. بدي أجيب الماجنيتيود، قال لي F1 3 من قانون كولوم، ثابت كولوم في Q1 في Q3. دير بالكم ابسولوت فاليو لانه بدي الماجنيتيود، انا مش حاطط فيكتور هنا، على مربع المسافه بين 1 و3. طبعا انا مديني المسافه هذه والمسافه هذه، لكن المسافه بين 1 و3 اعطاني اياها؟ لا. ليش؟ قال لي لان اخذتها انت في الابتدائيه هذه فيثاغورس، هذه سكوير روت اوف 2 0.1، هذه سهل نجيبها. اذا بتساوي 9 في 10 اس 9 اللي هو كي. Q1 عبارة عن 5 مايكرو كولوم، عشان كده حولتها في 10 أس سالب 6. Q3 5 في 10 أس سالب 6 لأنها مايكرو كولوم، على مربع المسافة اللي بينهم. شايفين؟ هذه المربع المسافة من وين جبتها؟ من فيثاغورس 0.2 0.1 الكل سكوير. قديش طلعت هالكالكوليتر؟ 11 نيوتن. تمام. نشوف الثانية. الثانية اللي هي هذه الدايركشن تبعها بتعرفه وبعرفه. طب ايش بدك؟ بدي الماجنيتيود كي كي 2 في كي 3 على مربع المسافه اللي بينهم. مربع المسافه اللي بينهم 0.1 المسافه، وكي بعرفها وكي 2 معطيه وكي 3 معطيه. تنسوش انه كي 2 انا حاطط ابسولوت فاليو وهنا في سالب، ما خدتش السالب لانه انا بدي الابسولوت فاليو، السالب هو اللي حدد لي هذا الاتجاه، يعطيه العافيه بكفي. تمام. إذن 2 في 10 أس سالب 6 لأنها مايكرو، 5 في 10 أس سالب 6 لأنها مايكرو، في مربع المسافة اللي بينهم طلعتها بالكالكوليتر طلعت 9 والأولى 11. يلا نجمع 20. إياكم تقولوا 20،
اللي بيقول 20 معناته مش ماخذ في فيزياء بالمره. ها ايش هو؟ قال لي هدول فيكتورز، عشان تجمعهم لازم تحلل، لازم تكتبهم بدلاله الاي والجي. كيف نكتبهم؟ قال لي فيش اسهل منها، هذا هم. هل قيد كيف بدي اكتب ان فيكتور نوتيشنز؟ قال لي اف واحد وثلاثه، يلا نحللها. مشاكل بتتحلل، مركبه سينيه ومركبه صاديه. طيب المركبه السينيه ايش كيف ايش كيف بدي اجيبها؟ قال لي اف واحد ثلاثه كوساين الزاويه هذه، كوساين الزاويه هذه، اذا هذه الزاويه بدي اياها. طب هي نفسها هذه ولا مش نفسها هذه؟ اذا هذه بتصير 11، هذه تنسيش كم 11 كوساين الثيتا باتجاه السيني اي، زائد 11 ساين الثيتا باتجاه الصاد جي، سيني موجب وصادي موجب. طب كيف بدي اجيب ساين الثيتا وكوساين الثيتا؟ هدول مش هما نفسها الزاوية هذه بالتقابل بالرأس، وهدول هذه ساينها مقابل على وتر وكوساينها مقابل على وتر، اذا زي بعض لانه المقابل بيساوي المجاور. قديش طلعت؟ 0.707 اللي هو واحد على جذر التنين يعني، تمام. طيب 11 في 0.707 طلعناها، طلعت هذا هي 0.79i plus 7.9j. طب الثانية، الثانية بدها تحليل، ما هي جاهزة، هيها الثانية هيها. طب ايش اتجاهها؟ سيني. طب سيني موجب ولا سيني سالب؟ سيني سالب، يعني احط i ولا سالب i؟ بدي احط سالب i. ها شايفين كيف؟ تمام، اذا سالب 9i، لا حللتها ولا حاجة، خلصت. اف واحد ثلاثة كتبتها واف اثنين ثلاثة كتبتها كفيكتورز، اجمع التو فيكتورز. الان بدك تجمع. Now the resultant force acting on Q3 is the sum. اي sum؟ الفيكتور sum between اف واحد ثلاثة واف اثنين ثلاثة، جمعناهم. وطبعا نتذكر من فيزياء الف لما نجمع، بنجمع السيني مع السيني والصادي مع الصادي، السيني لهادي 7.9 والسيني لهادي ناقص 9، الصادي لهادي 7.9 والصادي لهادي 0، فيش حاجة. وبالتالي طلع الجواب هذا هو. اذا هذه هي الريزلتنت فورس اكتنج اون كيو 3 ديو تو كيو 1 وكيو 2. حلو، اظن الامور سهله، تمام. نشوف كمان سؤال. قال لي انا المره هذيك اعطيتك ثلاث شحنات وكل واحده وين قاعده بابعادهم، وقلت لك اوجد الفورس. شوف هالسؤال هذه، بيقول لي انا عندي برضو ثلاث شحنات 3 بوينت تشارجز، كيو 1 بتساوي 15 مايكرو كولوم، ومحطوطة عند اكس بتساوي 2 متر، يعني من هان لهان 2 متر، وكيو 2 اللي هي هادي قد ذا اوريجين، اذا هذا هو الاوريجين. وكيو 3 بمحطوطة عند مسافة مقدارها اكس، اذا هادي 2 متر وهادي اكس. قديش اكس؟ مجهولة. بيقول لي الآن if the resultant electric force exerted on Q3 is zero، إذا كانت القوة اللي بتأثر على Q3 بتساوي zero، أوجد X، أوجد X. تمام، بدنا نشوف إيش أعطاني. قال لي القوة أعطتك إياها، طب هي هذه أكم قوة، أكم قوة عليها؟ قلت له برضو قوتين، بدي اجمعهم ايش يطلع الجواب؟ زيرو، بدهم يطلعوا زيرو. اذا the two forces acting on Q3، نجي نجرب. هو طبعا Q1 وQ2 اعطاني اياهم التنتين موجبات، طب Q3 قال لي انا ما قلت لكاش لا موجب ولا سالب، انا بدي اعتبرها سالبة. طب لو كانت موجبة بتغير الجواب؟ قال لي لا، بس انا بدي اعتبرها سالبة عشان نغير الالوان، تمام. يعني هذه لو كانت موجبة عادي حشوف بتفرقش. طيب طلعت زيرو، اذا لازم وانا بجمع واحدة تكون عكس الثانية، ولا كيف بتتسوي زيرو؟ واحدة ناقص الثانية، اذا لازم القوتين يكونوا عكس بعض. يلا نجرب نشوف كيو 2 3
2 3 هذه سالبة وهذه موجب بدها تنجذب. طيب 1 3 بدها تنجذب، اذا واحدة هيك وواحدة هيك عكس بعض ولا لا؟ طب لو كانت هذه موجبة، لو كانت هذه موجبة هتصير هذه هيك وهذه هيك برضو عكس بعض، يعني هذه موجبة ولا سالبة بتفرقش. اذا اول حاجة تأكدت منهم ان القوتين عكس بعض، اذا التنتين بوث اتراكتيف على اعتبار انه هذه سالبة. طب لو كانت هذه موجبة بتكون بوث ايش؟ ريبالسيف، مظبوط ولا لا؟ لكن برضو بضلهم عكس بعض ولا لا؟ عكس بعض. طيب طلع ايش بقول لي؟ for the net force to be zero، for the force net force to be zero، عندي شرطين لهم، يكونوا عكس بعض ويكونوا مقدارهم واحد. عكس بعض انا تحققت منه، ايش الشرط الثاني؟ انهم لازم يتساووا بالمقدار. اذا عشان يكون قوتين مجموعهم صفر لازم يكون شرطين متحققين. اول شرط بداية لازم يكونوا عكس بعض، الشرط الثاني لازم يكونوا مقدارهم بيساووا بعض. الشرط الاول متحقق تلقائيا عشان هادي وهادي زي بعض، هقيت له هادي موجبة ولا سالب الشرط هذا متحقق. الشرط الثاني الماجنيتيودز، يعني لازم اف 1 3 تساوي اف 2 3. طيب يلا طبقوا هذا الشرط، اف 1 3 مش بتساوي كي كيو 1 في كيو 3 على مربع المسافة اللي بينهم، صحيح؟ طب واف 2 3 كي في كيو 2 في كيو 3 على مربع المسافة اللي بينهم، طبعا هذه معادلة جبرية، تمام؟ كي مع كي الله سهل عليها. يلا نعوض كيو 3 برضو مع كيو 3، دير بالكم كيو 3 ما اعطانيش اياها وهو عارف انها بتلزمنيش. طب ايش ضل؟ قال لي يلا نعوض، قلت له كيو 1 بتساوي 15 في 10 او سالب 6، قديش المسافة بين 1 و 3؟ هذه كلها 2، كلها 2، وهذه اكس، اذا هذه قديش؟ اذا هذه من هان لها مش عبارة عن 2 ناقص اكس. تمام، اذا خلصنا من هذه، نيجي لهذه كيو 2 قديش؟ 6 في 10 سالب 6، قديش المسافة بين 2 و 3؟ اكس. هذه معادلة جبرية، 10 سالب 6 مع 10 سالب 6 بتروح، اذا هذه بتلغي هذه، على 3 فيها 2، على 3 فيها 5، اضرب ضرب تبادلي، 5 اكس تربيع 2 في هذا، هذه ايش؟ هذا 4، هذا عبارة عن 4 ناقص 4 اكس زائد اكس تربيع مربع كامل انتو عارفينه، اضرب 2 فبتصير 5 اكس تربيع بتساوي 2 في 4 8، 2 في سالب 4 اكس ناقص 8 اكس، و2 في هادي 4 هاد سوري هادي اكس تربيع 2 اكس تربيع بتساوي، رتب المعادلة جيب لي كل هدول على الشقهان، 5 اكس تربيع ناقص 2 اكس تربيع 3 اكس تربيع ناقص 8 اكس بصير زائد 8 اكس، وهادي ناقص 8، هادي بتتحلل وبطلع عندي طبعا معادلة من درجة تانية، وبالتالي في عندي حلين. الشم الحلين اكس طلعت موجبة واكس سالبة، اكس موجبة واكس سالبة، دير بالكم هاي الاوريجين. ايش اكس سالبة؟ يعني النقطة هنا، لو هذه الشحنة بتكون هنا النقطة، يعني لو انا عندي هنا شحنة سالبة وبدي اشوف القوة اللي عليها سالبة او موجبة، بقول له بتنجذب لهذه اللي هي اف، يعني هذه كيو 3، هب انه كيو 3 هنا، هاي معنات سالب، يعني هذا الجواب بيقول لي كيو واقعة هنا، هذه اف 2 3. طب نشوف اف 1 3، قال لي هذه ايش بتصير مع هذه؟ هذه سالبة وهذه موجبة برضو بتنجذب، اذا هاي اف 1
ثلاثة. إيش يعني؟ القوتين مالهم؟ القوتين زي بعض، بنفع بنفعش. ما أنت قلت لي الشرط عشان هو بإيش بيقول لي؟ بيقول لي مالها القوة؟ القوة بينهم زيرو، هيها زيرو، إلها شرطين عكس بعض ويتساووا في المقدار. هنا بتساووا في المقدار لكن الشرط الأول متحقق، لا. إذن هذه إيش مالها؟ قال لي هذه فيزيائيا مش مقبولة. إذن بيقول لي the second solution is not acceptable since at a point to the left of Q2، يعني أنه هنا the two forces will be in the same direction and so their sum cannot be zero even their magnitudes are equal. بس مع الأسف أنه مش مبينة هنا. تمام. مثال أخير على هالموضوع، قال لي هاي في عندي شحنتين وإلهم كتل كرتين، مثل زي إلكترون وبروتون، لا هدول كرتين كل واحدة كتلتها 30 جرام، هدول زي بندولين بس مربوطين بنفس النقطة. Two identical small charge sphere، identical يعني إلهم نفس الكتل نفس الحجمات ونفس الشحنات نفس الحجوم. Each of mass 330 جرام and charge Q، إذا شحناتهم زي بعض وزي بعض مقدارا ونوعا، حلو. Are hang in equilibrium as shown، بيقول لي طول كل خيط 0.5. طيب قديش الزاوية هذه اللي قصتها؟ قال لي 5 درجات. ايش بدك؟ قال لي نقولك قديش مقدار كيو لي هان. طبعا هدول الشحنتين لو انهم واحدة عكس التانية مستحيل يقفوا هيك، بيكونوا ملزقين ببعض. هدول اما التنتين موجبات او التنتين سلبات، اخترتهم يكونوا موجبات. قال لي هيك اتنافروا وبعدين وقفوا، بدهمش يتنافروا كتير، عدنا منشوف ليش وقفوا ما بعدوش كتير، لأنه يعني في عندي قوة تانية، في عندي حبل وفي عندي جاذبية أرضية. إذن المهم إنهم هلقيت اتنافروا ووقفوا، لما اتنافروا ووقفوا قست الزاوية لقيت 5 درجات. قديش مقدار كيو؟ طبعا هذه كيو كل ما كبرت كل ما بيبعدوا أكتر عن بعض والزاوية بتزيد، وبالتالي 5 درجات معناته كيو إلها مقدار معين. تمام. قديش المسافة اللي بينهم؟ 2A، يعني من هان لهان A ومن هان لهان A. طبعا هان بيقول لي إكوليبريم، بده يرجعني لإيش؟ لفيزياء ألف. قال لي الإكوليبريم إيش يعني إكوليبريم؟ قلت له يعني مجموع القوى اللي عليها زيرو، وطبعا قلنا مجموع القوى السينية والمجموع القوى الصادية ومجموع التورك. الآن بالتورك بلزمنيش، بدي مجموع القوى تكون زيرو. It is enough to study the equilibrium state of one of the spheres. هذه equilibrium وهذه equilibrium بكفيك واحدة حتطلع النتيجة. طب لو جبت الثانية برضو حتطلع نفس النتيجة. بقال لي طيب عشان أجيب equilibrium زي ما كنا نعمل في زي ألف كنا نرسم free body diagram. إيش free body diagram؟ يعني القوة اللي بتأثر على الشحنة. طب هذه القوة اللي بتأثر على الشحنة كم قوة؟ قال لي في هذه مربوطة بحبل، دير بالكم هذا tension، هذا tension. إذن هذا في عندي أنا حبل وهذا حبل، يعني في تنشن. إيش يعني تنشن؟ يعني شد. أنا آسف الواحد بيقدرش يتحكم كتير بالقلم، لكن تهيالي الصوت بيعرف إيش بدي أكتب على الأقل. تمام. طيب نيجي نرسم. قلت له هاي وزنها كنا بنعرفه straight downward، وهي الشد، الشد مع طول الحبل عارفينه. طب ايش في كمان؟ قال لي هذه ايش اللي خلاها تبعد عن هذه؟ هذه لو انا علقتهم بطبيعتهم بيكونوا ملزقين ببعض، شحنتهم هذول يبعدوا عن بعض. اذا اللي ابعدهم في قوة كهربية ولا لا؟ هذه القوة الكهربية اللي من هان تنتين زي بعض قلنا، معناته في قوة تنافر ولازم تكون على طول الخط الواصل بينهم حسب كولوم. اذا هاي في عندي اف اي، اي يعني الكتريك فورس، اف اي يعني الكتريك فورس اللي هي قوه التنافر اللي بيجيبها قانون كولوم اللي بتعتمد على كيو اللي بده اياها، اللي بده اياها. يعني كيو وين مخبيه هنا. تمام. قال لي ايه نرجع اكوليبريم، اكوليبريم إذا مجموع كل القوة بتساوي زيرو، وإحنا قلنا مجموع كل القوة بتساوي زيرو قلنا معناته أسهل لك تعمل سيني وصادي. طب هذه سينية، أف إي سينية وأم جي صادية، طب هذه بدها تحليل، نحللها. هذا هي هقيت هذه الزاوية،
هيها الزاوية هذه هي نفسها هذه بالتبادل، يعني حللنا إذن هذه ثيتا، صارت هذه تي كوساين ثيتا وهذه تي ساين ثيتا، خلصنا من تي. هقيت إيش بدي أقول؟ إيش هو الإيكوليبريم كونديشن؟ قال لي مجموع القوى السينية بتساوي صفر. أنت بقولهم القوى السينية كم قوة سينية؟ تنتين، عشان كده اف اي بتقدرش تبعد كتير لأنه في الشد بعاود بوزنها بعدلها. تمام، قلنا هذه بتبعدش كتير، ليش؟ لأنه مربوطة بحبل. حلو، مجموع القوة السينية بتساوي صفر، يعني تي ساين ثيتا ناقص اف اي بتساوي صفر، يعني تي ساين ثيتا بتساوي اف اي، هاي أول معادلة. طب مجموع القوى الصادية بتساوي صفر، يعني تي كوساين ثيتا ناقص ام جي بتساوي صفر، يعني ام جي بتساوي تي كوساين الثيتا، هاي معادلتين. طب انت هدول المعادلتين اطلع عليهم، احنا قلنا ايش بدك؟ قلت له بدي كيو. كيو وين مخزنة؟ مخزنة جوا، مخبية هنا، لانه هذه كي كيو واحد في كيو اثنين، يعني كيو تربيع على مربع المسافة اللي بينهم، كيو تربيع هنا مخزنة. طيب تي بدك اياها مش طالبها. حلو، هذه معادلتين كيف بدي احلهم عشان اطلع اف اي؟ اذا طلعت اف اي بطلع كيو، دير بالكم قسمهم مع بعض، قسمهم مع بعض، بروح عندك تي بتتخلص من مجهول، قسمتهم على بعض، طلعت ساين على كوساين، قسمتهم مع بعض، ساين على كوساين، تي مع تي راحت، ساين على كوساين ايش؟ تان. وهذه من بسط وهذه مقام، إذا طلعت تان الثيتا بتساوي اف اي على ام جي. اضرب ضرب تبادلي، إذا اف اي بتساوي ام جي، قديش ام؟ قال لي 30 جرام، يعني 30 في 10 أس سالب 3 الجرام، بدي احوله لكيلو جرام، 30 في 10 أس سالب 3، يعني 3 في 10 أس سالب 2، جي ذاكرينها 9.8، قديش الزاوية؟ 5، تاني الخمسة، تاني الخمسة بجيبها من الكالكوليتر، ضربت 9.8 في 3 في 10 أس 2 في تاني زاوية، هاي اف اي طلعتها. خلص قلنا اف اي هي اللي بتعتمد على كيو. نشوف، نرجع، قال لي نوت ذات، هنا في نوت ذات ذا ماجنيتيود اوف ذا ريكتر فورس از اوبتيند فروم كولومز لو، يعني اف اي زي ما توي انا حكيت كيو جواتها مخبيه، هيها ظهرت كيو. اف اي بتساوي كي كيو في كيو، كيو واحد في كيو اثنين على ار تربيع، كيو واحد هي كيو، كيو اثنين هي كيو، صارت كيو تربيع على ار تربيع. طبعا احنا متفقين انا بجيب الماجنيتيود، وبالتالي لو التنتين هدول سلبات او التنتين موجبات بيعنينيش. حلو، طب قديش هادي؟ هل هي هادي؟ لا، ار هي المسافة بينهم، هادي كيف بدي اجيبها؟ بقول له بسيطة، مش هادي ايه؟ ها هاجت هادي، احنا متفقين ايه؟ وهادي اللي هي 0.15 زي هادي، طب مش صاني الزاوية؟ بتساوي مقابل على وتر، اذا ايه جبتها؟ اذا اثنين ايه جبتها؟ اذا بقول لي ار بتساوي اثنين ايه، وايه بتساوي 0.15 في ساين الزاوية، والزاوية تنسوش خمس درجات، 2 في 0.5 0.3 في ثانية الخمسة بالكالكوليتر طلعتها. خلص السؤال. طب اف اي متى جبت مقدارها؟ اذا كيو بتساوي هذه كيو تربيع، الجذر التربيعي لاف اي في ار تربيع على كي، اف اي طلعتها 2.6 في 10 أس سالب 2 في الشريحة اللي قبلها، ار هيها على كي ثابت كولوم، طلعت مقدار كيو، طلعت 4.4 في 10 أس سالب 8. إذا أنا الآن عندي ثلاث أسئلة، سؤال أول أعطاني ثلاث شحنات وين أماكنهم وقال لي أوجد القوة اللي على واحدة منهم، السؤال الثاني اداني ثلاث شحنات وقال لي واحدة منهم القوة عليها زيرو أوجد لي موقعها، والسؤال الثالث
خلط لي فيزياء ألف مع فيزياء باء، قال لي في عندي شحنتين مربوطين بحبلين وصار إكوليبريام، دخلت القوة الكهربية عشان أطلع الإكوليبريام. في هذا الفيديو حنتوقف عند هذه النقطة. الموضوع الجاي إن شاء الله وهو موضوع الفيديو الثالث حيكون موضوع مهم جدا وهو المجال الكهربائي، وبالتالي نتوقف عند هذا النقطة. نستودعكم الله ونتمنى لكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.